بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبنائي وبناتي طلبة وطالبات الصف السادس الابتدائي، معكم مستر حامد البيومي. برحب بكم يا أولاد وبكل السادة الإخوة أولياء الأمور من محبي ومشاهدي حلقات السكولة في كل مكان. معانا النهاردة حلقة بسيطة وجميلة ولذيذة، حلقة مين؟ الاختبار الأول من الكتاب المدرسي، سؤال سؤال وجزئية جزئية، اختبار الوحدة الأولى. هنلاقي فيه مجموعة متنوعة ومتعددة من الأسئلة، معانا سؤال أكمل في منتهى الأهمية. السؤال ده بيربط العلاقات ببعضها، الطاء وصاد الموجبة وصاد السالبة وصاد الأم في التقاطع والاتحاد والمكملة. سؤال مهم ومحتاج تركيز وتفكير. ومعانا كمان سؤال إزاي نرتب تنازليا، ومعانا سؤال إزاي نستخدم الخواص لتبسيط إيجاد قيمة العمليات. خواص مين؟ الإبدال والدمج والتوزيع، واللي درسناها في عملياتنا الأساسية على وحدة الأعداد الصحيحة، جمع وطرح وضرب وقسمة، وكمان إزاي نوجد النواتج بتاعة العمليات دي بطريقة سهلة ومبسطة. وكمان معانا أسئلة لفظية على درس الأنماط العددية. كده أنا قلت لك المحتوى العام والهيكل العام لحلقة الاختبار. افتح كتاب المدرسة وامسك سؤال سؤال وامشي معانا، ويلا على طول نروح ونحل سوا. بسم الله الرحمن الرحيم. معانا يا ولاد اختبار الوحدة الأولى المهمة، يلا مع بعض. وأول سؤال ألف، مجموعة الأعداد الفردية. اتحاد، مجموعة الأعداد الزوجية. الإجابة حد عارف؟ سامع ولد بيقول لي الإجابة طه، أقول له يا ولد طه دي كنا بنقولها وإحنا في سنة خمسة، لأن الفردي والزوجي كان بالنسبة لك الموجب، لكن هنا الفردي في موجب وسالب. الفردي اللي هنا في موجب وفي سالب، والزوجي اللي هنا في أعداد زوجية موجبة وأعداد زوجية سالبة. يبقى أنت هنا خدت مين؟ خدت اللي فوق الصفر وخدت اللي تحت الصفر، وكمان الصفر عدد زوجي، يبقى ما سيبناش حاجة فوق وتحت ومحايد. يبقى نكتب مين؟ نكتب صاب. خلي بالك كان في خطأ في الكتاب ومكتوب طه العام السابق، الإجابة الصح صاب، والدليل والسبب وجود أعداد فردية وزوجية موجبة وسالبة، وكمان الصفر عدد زوجي، يبقى ما سيبناش ولا عدد، يبقى صاب الأم. نيجي النمرة ب، صاد الأم عبارة عن صاد الموجبة. اتحاد مين وكمان مين؟ أقول له تلات عائلات، المستر كان بيقول مخلفة تلات أولاد، هنا صاد الموجبة وهنا صاد السالبة، وفي النص نحط مجموعة الصفر. نمرة ج، حذر فذر، مين أصغر عدد في الموجب؟ أصغر عدد في الموجب هو الواحد الصحيح. نمرة د، صاد الأم، لو عايز علامة الاتحاد بس بنفرين، طه ومين؟ أقول له الطه دي دمجت ولدين توأم، الصفر والموجب، يبقى فاضل مين؟ صاد السالبة. خلي بالك نمرة ب دول التلات أولاد، نمرة د دول ولدين لأن الطه توأم موجب وصفر. نمرة ه، يلا صاد الموجبة تقاطع صاد السالبة، المشترك اللي بينهم دي لو لها لسان هتقول كل أرقام موجبة، ودي هتقول كل أرقام سالبة، يعني ولا حاجة مشتركة، تبقى الإجابة فاي. نيجي النمرة واو، سالب القيمة المطلقة لسالب 54، نعالج اللي جوه تبقى موجبة 54، والسالب بره لم تشترك تنزل في الإجابة. نيجي النمرة زين، صاب السالبة علاقتها بطه، أقول له طه بطه دي التوأم الموجب والصفر، ده ما عندهاش صاب السالبة، بدل ما عندهاش يبقى ناخد علامة غير جزئية. يجي ولد يقول لي يا مستر حامد طب ليه ما خدتش لا تنتمي؟ أقول له إن صاب السالبة دي مجموعة. اللي بعده المجموعة 15، ايه علاقتها بصاد السالبة؟ اقول له بدل قلت سالبة يعني كل ارقامها سالبة، دي موجبة، يبقى علامة ليست جزئية. الشريحة دي شريحة هامة جدا جدا جدا، وبيجي عليها اسئلة كتير فين؟ في الامتحان. خلي بالك المهم دايما اذكرك بيه. اللي بعده رتب الأعداد الآتية تنازليا. نعمل الأول طابور الفصل عشان نحافظ على شكل المسألة، بدل قال تنازلي يبقى عايز يبدأ بمين؟ يبدأ بالأكبر عشان يروح لمين؟ يروح للأصغر. طب مين الأكبر؟ الأعداد الموجبة. طب مين الموجب هنا؟ السبعة فقط، يبقى هي أول واحد.
طب وبعده المحايد اللي هو الصفر، طب واللي بعده السالب 9 ولا السالب 15؟ طبعا السالب 9، لانه لو اتكلم هيقول ايه؟ هيقول انا الاكبر لاني خسرت 9 جنيه، لكن ده خسرته 15 جنيه يبقى ده الرابع. يلا نعمل ايه؟ نرتبهم، الاول 7 وبعدين التاني 0 وبعدين سالب 9 وبعدين سالب 15، ده الترتيب مين؟ التنازلي، من الأكبر للأصغر. السؤال اللي بعده بيقول نستخدم خواص الجمع والطرح عشان نسهل إجابة المسألة دي. يلا الأول نكتب المسألة، سالب 5 زائد 8 ناقص 15، نعمل إيه؟ نقول العدد ده سالب والعدد ده سالب، ده أوله 5 وده أوله 5، يا سلام لو كانوا يجوا جنب بعض، كنت أتمنى إن يجوا جنب بعض، أقول له طب ما في إيدينا نسيب السالب 5 ونبدل الاتنين دول مع بعض، بس كل واحد يجي بإشارته، ال 15 إشارتها سالبة والتانية موجب 8، نعمل ايه؟ كده انا عملت ايه؟ كده انا استعملت خاصية مين؟ خاصية الابدال. طب بعد كده ننقل المسألة زي ما هي، سالب 5 سالب 15 زائد 8، ونيجي على اول عنصرين نعمل عليهم طبق ونقول لعمه دي خاصية مين؟ الدمج. وبعد كده نيجي للطبق ده ونجيب اجابته، خسر 5 خسر 15 يبقى خسر كام؟ خسر 20، ونرجع بعد كده نجمعه مع مين؟ مع الثمانية. طب عايز الإجابة النهائية، خسر 20 وكسب 8 يبقى ننزل الخسارة هي الأكتر، والفرق كام؟ 12. دي نقدر نقول عليها إيه؟ نقدر نقول عليها خاصية الإنغلاق. ليه؟ لأن ده صحيح وده صحيح، يبقى الإجابة كمان عدد صحيح، وتبقى الإجابة النهائية سالب 12. نطلع للمكان الأصلي ونحطها. السؤال اللي بعده، استعمل الخواص بتاعت الجمع والطرح. يلا نقول ده سالب 1 زائد 4 زائد 41، اقول يا خسارة كنت عايز الاول والاخير، عشان هنا في خسارة جنيه وهنا في جنيه على الوش، اقول له طب وماله اللي نفسك فيه اعمله، ادي السالب 1 ونبدل، نجيب ال 41 ونبعد بعيد شوية ال 4 ونقول لعمه دي خاصية مين؟ الابدال. اللي بعده ننقل المسألة زي ما هي كما هي، ونعمل طبق على مين؟ على أول عنصرين، يبقى دي خاصية مين؟ خاصية الدمج، لأن دمجناهم وضمناهم، خسر جنيه وكسب 41 يبقى الفرق 40. نرجع نجمعها مع مين؟ مع الأربعة، 40 زائد 4 يساوي كام؟ 44. ده صحيح وده صحيح وكمان الإجابة صحيحة، يبقى دي خاصية مين؟ خاصية الانغلاق، جمع عددين صحيحين عدد صحيح أيضا، من المسائل المهمة. اللي بعده، في إحدى ليالي الشتاء القارصة البرودة أذاع مذيع النشرة الجوية إن درجة الحرارة في القاهرة 18 درجة مئوية، لكن في موسكو عاصمة روسيا سالب 4 درجة مئوية، واللي مصر إن شاء الله هتلعب فيها بطولة كأس العالم، واللي بنتمنى لهم كل توفيق بإذن الله. بيقول لي احسب الفرق في درجات الحرارة بين القاهرة وموسكو، ومش بس كده، تنصح المسافرين لموسكو بإيه؟ الفارق في درجة الحرارة، درجة الحرارة عندنا 18 درجة مئوية، طب في موسكو سالب 4، في مسافة ومشوار. طب عمو بيقول احسب الفرق، نشطب كلمة احسب ونكتب العنوان الفرق في درجات الحرارة، نبدأ ببلدنا 18 درجة مئوية، أي فرق يبقى علامة ناقص، الناقص دي بتاعت عملية الطرح، لكن درجة الحرارة في موسكو سالب 4. يجي ولد يقول لي مستر حامد الشكل ده كده صحيح؟ أقول له لا، مش مقبول إن يبقى سالب وناقص وراها سالب. طب نعمل إيه؟ نعمل عازل وفاصل، نعمل كده. طب عايزين نحسن شكل المسألة، نسيب ال 18 زي ما هي، القوس في الرياضة معناه علامة فيه، سالب في سالب بموجب،
سالب في سالب بموجب وننزل الأربعة، نعمل إيه دلوقتي؟ نجمع على طول 18 و4 22 درجة مئوية، يبقى الفرق بيننا وبين موسكو في التوقيت ده 22 درجة مئوية. طب ننصح المسافرين بإيه؟ أقول له مش درجة حرارتهم سالب 4، يعني 4 درجات تحت الصفر، يعني برودة شديدة الإيه؟ برودة شديدة جدا. نبقى نعمل إيه؟ النصيحة هي اللي بنقولها، نقول إيه؟ ارتداء الملابس الثقيلة، ودي بتجيلنا في العلوم، خلي بالك. ايه؟ لان بيجي سؤال علل ليه بنرتدي الملابس الثقيلة، ليه؟ نقول له لانها من المواد رديئة التوصيل للحرارة. ودينا بربط لك بين العلوم وبين الرياضيات. يبقى النصيحة ارتداء الملابس الثقيلة لان هناك مناطق شديدة البرودة، وعرفنا كده الفرق في درجات الحرارة. السؤال اللي بعده، اوجد ناتج ما يلي سالب 36 على سالب 4. هنا اشاره سالبه وهنا اشاره سالبه، سالب على سالب بموجب راحت مع بعض، 36 على 4 تطلع الاجابه كام؟ 9. دي نمره الف، نيجي لمين؟ لنمره ب. 2 اس كام؟ 2 اس 3. تعالوا نجيب اجابتها، 2 في 2 في 2 ب 8، في سالب 1 اس 2، السالب الاس زوجي تختفي، وواحد مرتين في بعض، واحد في واحد بواحد، دول مع بعض، وبعد كده نقول على الكام؟ وبعد كده نقول على 8. يلا نحل، 8 في 1 ب 8، على 8 عدد على نفسه، تطلع الاجابه 1 صحيح. نيجي لنمره ج، محتاجه تعديل، هنا 4 وهنا 4، لكن هنا سالب 4، مساله من اللي بنقول عليها شريره، تعالوا ننظفها الاول. كنت اتمنى السالب 4 تبقى كام؟ تبقى 4، 4 اس 11، اقول له اللي نفسك فيه اعمله، مش حرملك من حاجه، ودي زي ما هي ودي زي ما هي. طب والاشاره السالبه يا مستر حامد؟ اقول له ما تخافش، هنرجع نتناقش فيها، مش هاخدها عندي. السالب دي الاس بتاعها ماله؟ 11 فردي، يبقى تقعد معانا. نعمل ايه؟ نعمل برواز كده ونحط الاشاره السالبه ونحل، ادي السالب وادي البرواز بتاعنا، هنسيب هنا 4 ونسيب هنا 4 ونطلع للاسس، نجمع دول لان اساسات متحده، 11 و5 16، ودي زي ما هي. نعمل ايه؟ نسيب السالب ونعمل القوس، هنا 4 وهنا 4 نسيب ال4، ودي ناقص دي يطلع 4. نعمل ايه عشان نجيب الاجابه النهائيه؟ خد بالك السالب دي مش مرفوع لها الاس، يبقى لازم تظهر في الاجابه لانها مش داخله جوه القوس، دي براه، و4 اس 4 يطلع 256، تبقى الاجابه النهائيه سالب 256، ودي من المسائل المهمه واللي بتغلط الولاد. السؤال اللي بعده، قرر خالد ان ينقص وزنه بمقدار 3 كيلو في الشهر، عايز يخس كل شهر 3 كيلو مع دكتور الايه؟ الدايت، وكان وزنه الحالي 90 كيلو جرام، بعد كم شهرا؟ ادي السؤال الاول، ياخد كم شهر عشان يخسس ل 69؟ ده السؤال الاول. وعمه كمان عايزنا اكتب له نمط عددي وكمان اوصفه. 3 اسئله، تعالوا في البدايه عشان نسهل علينا الحل، ابدا بالنمط العددي زي ما علمتك في درس الانماط العدديه. يجي والد يقول طب ابدا بكام؟ اقول له ابدا بوزنه الحالي، كان كام كيلو؟ 90 كيلو. طب لما يخس 3 يعني نقص 3 87، طب كمان نقص 3 84، نقص 3 81، لسه ما وصلناش، لازم نوصل لل 69، نقص 3 78، كمان 75، كمان 72، كمان ايوه برافو عليك 69. الحمد لله وصلنا بالسلامة بداية من 90 لحد 69. تعالوا كمان بالمرة ناخد مين يا شطار؟ ناخد وصف النمط، بدل بدأنا بالنمط، النمط هنا نمط ايه؟ نمط تناقصي. طب كل مرة بينقص كام؟ بينقص 3، يبقى نقول عليه نمط تناقصي ثابت. طب نقول ايه بقى في الوصف؟ يلا مع بعض، كل عدد بيحصل له ايه؟ يقل، يقل عن مين؟ عن سابقه، بمقدار كام؟
بمقدار 3. يلا قولوا معايا، كل عدد يقل عن سابقه بمقدار 3. فضل سؤال ما جاوبتش عليه، كم شهرا، كلمة كم بتسأل عن العدد، يبقى العنوان عدد الشهور. تعال شوف المقلب بقى اللي الولاد كتير بيقعوا فيه، يبدأ يعد من هنا 1 2 3 4 5 6 7 8، ألاقيه كاتب كم شهر، 8 شهور، أقول له إجابة خاطئة. أمال يا مستر كم شهر، أقول له 7 شهور. يقول لي إزاي، أقول له خلي بالك دي ما تتعدش شهر. ليه ما تتعدش؟ لأن ده وزنه الطبيعي. أمال بداية التخسيس بدأت منين؟ بدأت من هنا. برافو عليك، كل اللي قال معايا الإجابة هنا، ده يعتبر 87 كيلو، يبقى خس فعلا، يبقى ده الشهر الأول اللي مضى وقضاه. 1 2 3 4 5 6 7 شهور. شفتوا المقلب المهم اللي في المسألة دي؟ يبقى عدد الشهور اللي نقص فيها وزنه 7 شهور وليس 8، لأن ده الوزن الحالي لسه ما قضاش أي مدة فيه. السؤال اللي بعده على النمط، بيقول لي عد النمط وكمان هات النمط وكمان وصفه. عدد النقط هنا كام؟ 1. طب هنا 3. طب هنا 6. طب هنا عد معايا 4 و3 7 و3 كمان يبقى 10. طب هنا عد كويس، ادي 2 و3 5 و4 9 و3 12 وكمان 3 15. ايه اللي انت لاحظته؟ النمط بيزيد من 1 ل 3 ل 6 ل 10 ل 15. قال لي طب ما تكتبه هنا، انت عديت النقط، هنا اكتب لي النمط. اقول له حاضر، 1.3.6 وبعدين 10 وبعدين 15. قال لي طب تقدر تقول لي قاعدة النمط؟ اقول له تعالى نشوف كده، الواحد بقى كام؟ بقى 3. ايه اللي حصل له؟ زاد 2. طب اللي بعدها؟ 3 بقت 6. ايه اللي حصل؟ زاد 3. طب اللي بعدها؟ 6 بقت 10، زادت 4. الله 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 الله، ده الزيادة هنا متغيرة. 10 بقت 15، يبقى زادت 5. يبقى ايه ده اللي حصل؟ ده مش ده بيزيد 1. اقول له لا غلط، ما تقولش بيزيد 1، معنى اللي بيزيد 1 يبقى انت كل مرة بتزود 1 على العدد اللي قبله. امال يا مستر ايه اللي بيحصل؟ ايوه في زيادة 1 بس مش على العدد. امال على مين؟ على الفارق. على مين؟ على الفارق. الفرق هو اللي بيزيد 1. من دول دي كان فرق 2، من دول دي فرق 3. الزيادة 1 لمين؟ للفرق وليس للعدد السابق. خلي بالك عشان كل كلمة محسوبة علينا، الصياغة اللفظية مهمة. لو قلت كل عدد يزيد عن سابقه 1 الجملة خطأ. أمال أقول إيه؟ زيادة الفرق 1 عن الفرق السابق. يبقى نقول إيه؟ كل في كل مرة، أو ها كل مرة يزداد الفرق. وأنا بأكد وبدوس على كلمة 2، الفرق بحط تحتها 10 خطوط، كل مرة يزداد الفرق 1 عن الفرق السابق. ده سؤال مهم جدا وناس كتير ما بتعرفش تحله، ويا رب يا ولاد تكون الحلقة سهلة وبسيطة وجميلة. بكده يا ولاد الحمد لله خلصت حلقتنا، حلقة مين؟ الاختبار الأول من الوحدة الأولى من حلقات الكتاب المدرسي، واللي مشينا فيها سؤال سؤال وجزئية جزئية. يا رب يا ولاد تكون الحلقة عجبتكم، ويا رب تكون فهمت واستفدت. عايزك كمان تطبق وتحل وتتدرب بإيدك على أسئلة الاختبار وعلى حلقة التمارين العامة، وأي سؤال أو استفسار ابعت وبإذن الله نرد عليك. واوعى توقف الحلقة عندك، دايما أقول لك عشان تاخد نصيب من الأجر والثواب، شير في الخير لحلقات السكولة، ودايما مع السكولة سبسكرايب ولايك وشير، واشوفكوا على خير.